ماذا تعني كلمة أمي في كتاب الله تعالى؟ نحن قلنا سابقا علينا أن ننظر إلى كتاب الله تعالى من مناظير قرآنية، حين ذلك نرى الحقيقة. في قواميس اللغة الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. تعالى لنرى ماذا تعني كلمة أمي في القرآن الكريم. يقول تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. جميل. الله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوجه رسالته التي هي البشرية إلى الذين أوتوا الكتاب زائد الأميين. ماذا تعني كلمة أميين هنا؟ غير كتابي. يعني هل يعقل أن الله تعالى يقول له أوجه الرسالة للذين أوتوا كتاب والذين لا يقرؤون ولا يكتبون، أما الذين يقرؤون ويكتبون فلا توجه لهم رسالة؟ لا، مش منطق. مش منطق. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني الذين لم يؤتوا الكتاب، هذا في هذا الموقع. طب في موقع آخر يقول عن أهل الكتاب: ومنهم أميون. ليش أميون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يعني العبارة الثانية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هل يستطيع أحد أن يقول لا تتعلق بالآية السابقة لها ومنهم أميون؟ هنا يعني عدم علمهم بالكتاب جعلهم أميين بالنسبة للكتاب. أخي علاء، كلمة أمي تعني الذي لم يقتبس من المجتمع المحيط ثقافة أو علم بالنسبة لمسألة ما. يعني أنا وأنت أميان بالنسبة مثلا للغة اليابانية، ولكننا لسنا أميين بالنسبة للغة العربية. هكذا تعني كلمة أمي، يعني هو الذي لم يقتبس من ثقافة المجتمع المحيط علم مسألة ما. محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه للحرف القرآني لم يقتبس من المجتمع المحيط، أخذه بفطرة ووحي من السماء. لذلك كان أميا وبقي أميا صلى الله عليه وسلم. يعني هذه قضية مهمة جدا. يعني على الرغم من أنه تعلم رسم الكلمات القرآنية والحروف بقي أميا. لماذا؟ لأنه أخذ هذا العلم من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر، يعني عن طريق الفطرة التي يعني الله سبحانه وتعالى علمه إياها.